بيقول لي الدنيا حلوه. متى بيقول لي الدنيا حلوه؟ احنا قد انت كام سنه متى؟ 42. طب ده انا عجزت عنك كتير، ده انا 49. بس ده كلكم صغيرين، مش عندي كام سنه. فالاول منورين، ربنا يبارك فيك، مرحبش بكم لسه، احنا خليك منورين. متى بشاي منورنا، ربنا يخليك. استيراد بقى الحاجات الحاجات التموينيه والسلع المستورده الجميله الظريفه وما الى ذلك، رخيصة. الرخيصه جدا اللي احنا انا بخش السوبر ماركت اقول له محل ايه نزل لي المستورد. بالظبط، فرحه مع كل ده فرحة. على قد الايد حتى. طبعا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن منورنا، قال لي ارقام مخيفه النهارده. والله العظيم حاجه. الصديق العزيز حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضر والفاكهه، وقال لي بص خضار والفاكهه ليهم مرطرتين بارخص الاسعار. ده فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على النبي، فضل ربنا. والله العظيم. طيب ابدا من فين؟ هنبدا بالراجل اللي قاعد لوحده. متى احنا الدولار نزل، نزل كتير ولا قليل؟ هو نزل صح، متفقين؟ يعني كان وصل طيب لحد ال 75. كمل اوكي. وبعدين حصل شويه حاجات ايا كانت ايه هي، اتفقنا. فضل ينزل 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 ينزل، لمس 50.5، وبعدين بدا يطلع 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 يطلع، عامل له على الابلكيشن بتاع. تخيل نزلت الابلكيشن دي مجرمه. تخيل. طيب 58 14 قرش. ممكن تقولي لا بص يوسف السعر في السوق بتاع الدولار مش كده، هيعمل له 60 62. ماشي، بس الاسعار ما بتنزلش ليه بقى؟ يعني قول لي المعادله اللي ما بين، بما انك راجل بتستورد بقى او يعني ضالع في مساله الاستيراد، ايه السر ورا ان الدولار لو زاد النهارده الصبح الاقي الحاجه بتسعر على الغالي بالليل بالكتير تاني يوم، لو الدولار قل يقول لك لا استنى بس شويه قدام هتسمع. خلصت دوس. ازيك عم يوسف؟ ازيك عم مت؟ بص بقى القصه، هو زي ما انت قلت هو الدولار نزل فعلا. نزل امتى ونزل قد ايه وفي قد ايه؟ ده نزل كده وقع كتير، قعد اسبوع. طب وطلع لحد المستوى اللي كان عليه؟ لا لسه ولا هيطلع. وانت بتقول نزل ل 50، انا بقول لك نزل عن 50. 48. تمام. كام يوم هو دلوقتي بكام؟ زي ما انت قلت على الابلكيشن. حلو، 58 14 قرش. السؤال بقى من 75 ل 58 يعني نزل قد ايه؟ طيب نتكلم نقطه تاني، التجار والمستورد 17 جنيه، 17 من ال 75 يعملوا كام في المية؟ 15%، 17، 22%، 20، 5، 30%. السعر بقى نزل كده؟ لا طبعا. ومش هينزل كده. ليه؟ اقول لك ليه. احنا كمستوردين وتجار، كمستوردين هنقسمهم اتنين برانش، مستورد الادوات المنتجات تمت الصنع اللي انا وانت بننزل، موبايل، كوبايه، موبيليا، فاينل برودكت. خلاص، ده الله يعينه، ده واقف واخد على عينيه بقاله سنتين. ماشي. 14/2 من سنتين او سنتين وشويه كان القانون بتاع الاعتمادات المستنديه، فده يعني ده الله يعينه. خلاص متفقين. في عندك تاني المستورد بتاع المنتجات اللي ليها حق الاستيراد في نظير ان الدوله بتوفر له الاعتمادات والعمله بتاعته، اللي هي ايه؟ اكل، شرب، مواد خام، مستلزمات انتاج. بيخش مساء الخير انا عايز اعتمادي، بتفضل حضرتك بتجيب ايه؟ انا بجيب منتجات غذائيه وادويه. بيتعطل شويه بسيطه بس بتفتح له. لا استاذ بقى ده معلش اسف، بتفتح له اعتماده. مفيش اعتماد، مفيش، بياخد وقت، مفيش. طب تعالى نكمل، تعالى نكمل. بس كان انا سنه بستورد. جاي تمام، جاي لك يا دكتور، جاي لك. انا بقول لصبي ما فيش معايا يا استاذ يوسف. فانت دلوقتي عندك اتنين، عندك اتنين، المستورد اللي هو بيجيب الحاجات وعنده حصيله دولاريه ومسموح له ان هو يستورد، ده بيجيب عادي. المستوردين اللي هم يمثلوا لا يقل عن 70% من مستوردين مصر، في بلد بتستورد 70 80% وارداتها 65%. معايا؟ انت عندك ده، اي حاجه بتحصل في الدولار بتسمع في السوق. انسى. وحاجه تاني، المستوردين دي بيستوردوا بقالهم سنه وشويه. بكام؟ ب 40 وب 50 وب 45 وب 47 وب 60 وي 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 وي. هوبا نزل كام يوم يا استاذ يوسف؟ نزل اربع خمس ايام. احنا كمستوردين كنا ما بيسمعش. مشكلتي ما بيسمعش يا طب ليه بيسمع لما بيعلى وما بيسمعش لما لا 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 لا. بص الكلمة دي ما ينفعش تتقال في الوقت ده، عشان احنا كمستوردين كنا مسمين ان ده بانيك ويك. يعني ايه بانيك ويك؟
اسبوع الذعر والهلع. اه هلع ليه؟ الناس مشتريه ومسعره. طب هننزل؟ طب نيجي نشتري من السوق الموازي؟ لا احنا ما بننفذش، انتوا بتسمعوا بس، بيشتروا بس ما بي... ليه دخلنا في الهسل ده في الفتره دي كلها؟ ان احنا مش عارفين نسعر وفي كده، وفي نفس الوقت وفي الاخر بنتهم ان احنا الاسعار ما بتنزلش. انا بقول لحضرتك الحل الوحيد عشان ينزل الاسعار ان انا اخش للبنك اخد دولاري، اخده بقى ب 30، اخده ب 40، اخده ب 50 من البنك، المهم ما تخلينيش اروح تحت البنك الاقي، ما تخلينيش تحت رحمه السوق الموازي عشان ايه يبيع ويشتري فيا، وانا النهارده الحق ده هيوصل 70، الحق ده هيوصل 60. احنا دي لوحديها في سعرين سوق صرف في الاسواق تنسى ان يحصل فيه ثبات في الاسعار. عارف زي ما كنت بتكلم مع صديقي حاتم نجيب ما بيقول لي على البصل، كنا بنتكلم على البصل مش هنتكلم على كل التفاصيل، فقلت له لا 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 ما تقوليش كده، ده انا عضو مجلس نواب، هقول لك حاجه على الاستيراد عشان ايه واحنا بنلف كده في الجلسه. انا شيوعي ومساله الاستيراد بالنسبه لي دي كارثه. اوكي بس وفي نفس الوقت هقول له وفي نفس الوقت ما عنديش مشكله طالما انا محتاج والسوق مستعد ما عنديش ازمه. وانا في رايي وهرجع لك بس بعد ما اروح لدكتور عبد العزيز، والله لو السوق السوداء بتاعه الدولار هتتلاعب بينا كمستوردين شكرا انا مش عايز، استنى شويه لحد ما اشوف البضاعه بتاعتي هعمل ايه، الا لو انه عندك سحب مهول للدرجه دي وفي قوه شرائيه واسعه للدرجه. انا راجع لك راجع لك بس عايز عشان دكتور عبد العزيز عايز هاخد نفس الكلام وهرجع على الدواجن. انا عايز اكمل شويه حاجات من اللي قالها. كمل. اولا استاذ متى قال حاجه مهمه جدا، وجود سعرين للصرف من اكبر المشاكل. وخلي بال حضرتك انت قلت حاجه دلوقتي، لا نستطيع، انا في لجنه في مجلس الوزراء اسمها لجنه تبع السلع الغذائيه وعندي سلع استراتيجيه، استحاله ان انا ما اجيبش سلع استراتيجيه زي ما انت قلت فعلا بستورد 60 ل 65%. في حاجات عاليه وفي حاجات واطيه. انا بستورد ذره حوالي 80%، الصويا 95%، زيوت 97%، يمكن القمح 40 45. عندي في حاجات تشكيله لكن الاساس لا استطيع باي حال من الاحوال، لان احنا عندنا حد معين لا نستطيع ان نقل عنه. ماشي. ايه اللي خلانا في كورونا كنا كويسين؟ لان الرئيس قال كلمه مهمه جدا، قال لك ان انا الاحتياط اللي انت عندك الثلاث اشهر عنده ست اشهر، هبقى عندنا احتياط ست شهور، فما كانش عندي مشاكل خالص، العالم كله عنده مشكله وانا عندي غلي شويه عيني. ما كانش عندنا لكن عندي في الركوب لكن خالص. لكن كان عندي الوفره. الوفره كانت متوجده، عشان كده اول ما جت المشكله جت لما قلنا نعمل اعتماد مستندي، وده بتكلم عن الازمه بتاعت الدواجن. من 22 لما حصل الاعتماد مستند انا كان عندي احتياط استراتيجي 16 و17. لما ما فيش اعتمادات بدات يتتاكل اللي متواجد داخل مصر ما عنديش احتياط استراتيجي. طب اتاكل فراخ ايه؟ ما فيش اكل. بدا يعملوا ايه؟ يقتلوا الكتاكيت. وانت فاكر المشكله دي طبعا. فاكبر مشكله واجهتنا، وعشان كده بقول لك ان الازمه دي رغم ان هي كانت كبيره لكن بالنسبه للازمه الحاليه اقل، لان كان عندي بند واحد مستلزمات الانتاج هي الخلل اللي عندي. ما زعلش مني؟ زعلش مني؟ لا مش هزعل منك. مسألة اللي حصل صحيح ما كانتش كتيرة ولا واسعة، مسألة يلا اقتل الكتاكيت اقتل الكتاكيت دي حركة أمريكاني قوي. ماشي. مش لاقيين أكلهم. اعمل كده ليه؟ صح يا دكتور؟ بيعها. مفيش. لا 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 أنا هرد بقى. أنا اللي هرد. أنا مفيش المدخل الإنتاج. يا عم لا أنا اللي هرد بعد إذن حضرتك. يا باشا أنا واحد زي حضرتك صاحبي. حبيبي. قال لي أنا عندي 65,000 كتكوت خدهم ببلاش وروح وزعهم. أنا مش شرقية. الله احسن. رحت ناس. رحت كلمت الناس يا جماعه اكتر ناس كرمه في الدنيا. الله يعزك يا اخوانا، احنا عندنا 65,000 انا وضحهم لهم ببلاش. قلت انا اجيب عربيات على حسابي. والله العظيم ده حصل. قالوا لا 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 ده انت اشكرت العلف. ايوه المشكله في العلف يا استاذ يوسف. لا العلف استيراد اصلا مشكله. ما كانش في علف ما كانش في اكل. لكن انا بتكلم النهارده طب الاسعار غاليه وعندي مشكله ليه؟ لان المشكله تفاقمت. انا كان عندي مشكله في 22 لاول 23 مستلزمات انتاج، انا النهارده عندي مستلزمات انتاج، عندي الادويه البيطريه عندي مشاكل فيها واللقاحات. عندي مشكله في الطاقه في فصل الشتاء، بقت عندي المشكله الثلاثيه بدل ما كانت واحده، بقت عندي مشكله كبرت وانا مش قادر، وانا عندي خلل جسيم. حينما تكون لديك ازمه وانت راجل في بتاع اقتصاد مفروض ان انا بعرف اسباب الازمه واحط الحلول واقول ان انا ما تتكررش مره ثانيه. طب انا الازمه كانت عندي، فمن المفترض اصلا يبقى عندي اداره للازمه. المفروض اللي حدث في 22 و3 ما يحدثش تاني خالص. خلاص انا اتعلمت زي ما اتعلمت في 2006 من انفلونزا الطيور، وازاي انا استطيع ان انا اعمل
حائط صد يمنع دخول الامراض الوبائيه ليا، دائما نقول الوقايه خير من العلاج. فبقيت احصن واعمل وي وي، والصناعه كانت ماشيه. وصناعه الدواجن بصفه عامه هي صناعه سريعة دوران راس المال، يعني تستطيع انها تستعيد خسائرها سريعا. حينما تكون العمل شغال والدنيا ماشيه تستطيع بالشكل ده. طب انا ايه الاسباب اللي النهارده الاسعار وصلت 96 جنيه النهارده؟ كرتونه البيض وكرتونه البيض وصلت 145 ل 147 في المزرعه. احنا بنقول كرتونه البيض بتتكلف ايه؟ 5 كيلو علف. 5 كيلو العلف النهارده بتاع البياض اللي هو 17 18% بروتين ب 28000. احسب اضربها في 5 2 في 5 540 140 3 جنيه بيكسب، يبقى الراجل تكلفته كده كويسه. لما بيحصل انخفاض لاسعار الاعلاف احنا اول ناس بنقول يا جماعه انتوا بتتكلموا غلط والكلام ده مش مظبوط، والكلام ده عملناه فاكر وقلت وانخفضت اسعار البيض مباشره من ثالث يوم، والناس اتخانقوا معايا انت ازاي تطلع في الاعلام تقول التكلفه. اقول لان انا ليا مهمه اساسيه في الغرف التجاريه، مش مهمتي ان انا قاعد رئيس الشعب، لا انا عندي في بعد اجتماعي لازم احافظ عليه، لازم اوزن السوق، لازم لازم توزن السوق، لازم لازم ده اساس عندي. الغرف التجاريه مش دورها بس ان انا تجار وانا مع التاجر، لا 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 يا فندم، لينا كذا دور في الغرفه. المشاكل بتقع على ارض الواقع بنشوفها من بوابه، ونبعتها لحضرتك كمجلس نواب او اي حد المشاكل، وادي الحال. لو قلت لك المشكله يبقى صدر لك مشكله للساده المسؤولين شخصيا، انا بعمل المشكله اقولها لك واقول لك حلولها. انت قابلت انت جهه تنفيذيه، ما قابلتش انا ماليش دعوه، انا وصلت لك ايه صوت المشكله المتواجده. مفهوم بالنسبه لي انا كده، فاهم وجهه النظر بتاعت متى، وفاهم وجهه، انا فاهم مش معناه ان انا متفق بس فاهم، فاهم وجهه النظر. انت مش متفق معايا في الكلام ده؟ ما انا هقول لك انا مش متفق في ايه برضه، بس يعني بقى يعني خليك متفق في حاجه واحده، احنا عايزين نروح للناس يا باشا. الاسعار الناس العلف، العلف انا عايز افهم بقى هنا قصه. بس عايز اقول لك على العلف والله، انت عارف العلف كان بكام في اخر في اول 12؟ في اول 12 كان ب 22 23 النهارده 29 ل 30 31. ما ده مدخلات انتاج بمثل 70%، والعلف تقريبا 70% من المدخل الانتاجي، فده الاساس عندك. العلف مستورد طبعا، كله مستورد، فده طيب. المشكله الاساسيه حاتم باشا، الخضار والفاكهه. خضار وفاكهه انا ما عنديش ازمه في الخضار والفاكهه، انا عندي اكتفاء ذاتي وبنصدر ما يزيد عن 7 مليون طن. ولكن يعني للحديث اللي قاله متى بيه واخويا الدكتور عبد العزيز بقيه، احنا كنا بنستورد بعض مدخلات الانتاج مستلزمات الانتاج، وكانت الشركات العالميه بتثق في المستورد اللي بيجيب من بره وبتدي له قرض حسن يدفع 10% والباقي لما تخش البضاعه ويسوقها ويبيعها ويوزع زي تقوي البطاطس مثلا، زي البذور، زي الاسمده، كل ده والمبيدات كل ده بيخش مصر عن طريق الاستيراد. طيب كان موجود عندنا قبل اعتماد المستندي كان في سهوله ويسر. الدكتور عبد العزيز عايز يجيب فراخ او يجيب مدخلات انتاج او يجيب مصلات او لقاحات كان بيجيب ويستورد وبدون اي ضوابط، بل بالعكس الجهه اللي بتديله المدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج بتثق فيه، بتقول له لا خد وسوق المنتج ده وبعد ما تسوقه سدد لي. النهارده انت عملت لي اعاقه والدولار ابتدى يبقى فيه ضغط على العمله الصعب. دي نقطه. النقطه دي احنا مش هنتكلم فيها لان طبعا هم تحدثوا فيها، انا خليني اروح للمواطن اللي يهمه دلوقتي ان الخضار والفاكهه هل هيرخص ولا هيغلى؟ واحنا داخلين مقبلين على شهر رمضان، ولا هل هيثبت ولا هيبقى في ايه؟ لا لكن احنا عندنا ثبات في الاسعار وعندنا انخفاض تدريجي. ليه؟ لان انا عندي مواسم زراعيه وعندي زياده في المعروض، كل ما يقابلني زياده في المعروض كل ما ده يعمل لي اتاحه للمنتج، وطبعا العرض والطلب هو المتحكم في الاسعار والاسواق. ولكن المنافس الثابته والمتحركه اللي احنا تحدثنا عنها من هذا المنبر منذ سنوات، انا كنت معايا في احد اللقاءات كتيره جدا وتحدثت وقلت رجاء الساده المسؤولين يا معالي المحافظ يا سياده الوزير، رجاء اقعدوا مع الغرف التجاريه، اقعدوا مع اتحاد الصناعات، شوفوا مشاكل الحقيقيه على ارض الواقع نحلها ازاي. المواطن النهارده بيعاني، المواطن النهارده في ارتفاع اسعار في كل شيء، لن ننكر ده، ولو طلعنا قلنا غير كده يبقى احنا ناس بنكذب على الناس. لكن هل في حلول؟ في حلول، بس نقعد مع الساده المسؤولين ونوضع اليه محترمه لحل هذه الازمات المتلاحقه. حضرتك قبل ازمه البصل انا طلعت في وسائل الاعلام وقلت رجاء نرجع عمليه التصدير. جه ارجع عمليه التصدير، الدوله استجابت ومتشكرين، ولكن استجابت امتى؟ بعد ما كان البصل اتصدر او الناس خزنته او المحتكرين او المستغلين. طب ما احنا كان عندنا نقدر نظبط السوق ونعمل فعلا اتزان داخل السوق المصري.
ايضا الطماطم والبطاطس، القرارات المتاخره بالظبط. انا النهارده لازم يبقى فيه استجابه سريعه من المسؤول. طيب. لازم يبقى فيه نوع من انواع، يا استاذ يوسف اسمعني بس، يعني اخواتنا اللي بيتكلموا، اخواتنا اللي بيتكلموا النهارده، احنا عندنا حاجات كتير عندنا لازم نتكلم. الناس المحترمه اللي بتتكلم لازم تبقى فاهمه، الخضار والفاكهه سلع مصريه بتزرع في مصر، ما عنديش ازمه فيها، احنا عندنا اكتفاء ذاتي، بل بالعكس بنبشر الناس في انخفاض في الاسعار وفي ثبات في منتجات كانت قبل كده مرتفعه. لازم الناس تفهم هذا الكلام. طب انا هطلع على الفاصل بس هسال سؤال وتقولي او لا. الاسعار في رمضان هتبقى في الحنين ان شاء الله، بمعنى انه اقل من الوضع الحالي؟ بعد الفاصل. انا قلت لابد ان تكون او لا عشان نطلع الفصل. لا اقصد ده اجباري. لا خلاص خلاص هنكمل. خلاص بقى خلاص قول لي او لا وبعدين هنكمل المناقشه. لازم استعد هذا الكلام. يبقى في اتاحه للمنتج. طيب تعالوا نطلع على الفصل. تجار حد يغلب تاجر؟ ده انا غلبان. فصل ونكمل الكلام. طيب خلوني وانا ارحب بكل ضيوفي الاعزاء الاجلاء اقول لكم انه حصلت استجابه الاول قبل ما نكمل مناقشتنا، استجابه لاستغاثه الشاب محمد عبد الوهاب، عنده 39 سنه، يعاني من السمنه المفرطه. ده ادى كان الى وصول وزنه تقريبا لحوالي 250 كيلو جرام، ربع طن. الحقيقه تم التواصل معاه وحصل انه تم الاتفاق الحمد لله وشكر لله للعلاج على نفقه الدوله، وتم نقله لمستشفى الدمرداش او ينقل مستشفى الدمرداش خلال 24 ساعه تحديدا. باشر الفريق الطبي المسؤول عنه اجراء كل الفحوصات فورا وحددوا الحاله وتم وضع خطته العلاجيه الشامله. طيب بالتوازي مع كل ده قامت كمان مؤسسه حياه كريمه، يعني ناس سريعه الحقيقه كما جرت العاده، في اطار دور مجتمعي ودور انساني بالتواصل الفوري مع أسرة محمد عبد الوهاب، وبيتابعوا حالته وحالة الأسرة بعناية شديدة، وتم توجيه الجهد اللازم لتقديم الدعم والمساعدة ليهم في ظل الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها. ربنا يا رب يقوموا بسلامة. وشكرا جدا على هذه الاستجابة. وهنا أرجع مرة تانية لمناقشتنا ونبدأ، يعني زي ما احنا رحنا بالترتيب. ليه اتفضل. طيب الأسعار السعر، أنا بقول يا جماعة أنا عايز السعر يهدى بتتاتاتا على ما وصل رمضان. تتاتاتا اهو، مش فيش حاجه بتاعه. طيب. خبط يعني مش. مره واحده. طبعا انت حضرتك عارف ان رمضان فيه المبادرات اللي كنا بنتكلم عنها دي، ممكن يبقى فيها هدوء نوعا ما عن الاسعار، لكن ممكن ميبقاش فيه زياده يعني اتمنى، لكن ممكن يبقى فيه وفره في المنتجات في الاسواق. بس احنا برضو بنتكلم في نقطه، طبعا حضرتك شهر رمضان كل سنه وحضرتك طيب، كلنا طيبين يا رب. الـ 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 في نقص في الاسواق، مش نقص يعني في ازمه، احنا لازم نغير من نقتصد نوعا ما، مش بقول نتقشف في رمضان، لكن برضو رمضان ليه طقوس، يعني انا شايف ان مش هيبقى زي كل سنه، ده احساسي وده رايي الشخصي، يعني عشان احنا مش عايزين المواطن يحمل نفسه ومحمل ميزانيه البيت اكتر من، انت عارف ان رمضان الميزانيه اللي فيه بتحس انها توازي 9 اشهر او يعني توازي يعني ميزانيه كبيره، وهو متقشف اصلا هو ما عندوش يعني ميزانيه. وبعدين احنا انت قلت لي سؤال يا يوسف قبل الفاصل، ايه اللي ممكن الاسعار، احنا ممكن نخلي الاسعار زي ما هي، وممكن نخلي الاسعار ترخص، ممكن نخليها تزيد. بمعنى ايه؟ ما ننزلش اول يوم رمضان على الهايبرز والمحلات ننزل هجوم على الرز، هجوم على السكر، ده المهم، هجوم ده المهم، ده الانضباط. لازم نجيب اسبوع باسبوع، مش عايز اقول لحضرتك يوم بيوم، لا يا فندم احنا نجيب اسبوع باسبوع، وما نحملش الميزانيه ميزانيه شهر كامل في يوم يا عم، اسبوع. تعرف يعني نفسي الناس تشتري ازاي؟ زي اوروبا، زي ما بيشتروا اوروبا، بس انا مساحه مزايا لابد في طابور يا فندم، تقف في طابور طويل قدامك. انا ما بقولش نبقى كده، لكن نبقى في تريس وفي اقتصاد شويه. هو مش احنا اربعه على الترابيزه؟ ادفع نص عمري ان احنا الاربعه لما بننزل نشتري موز برتقال يوسف افندي مش عارف ايه، احنا بنرمي
تلته، ده لو ما كانش نص. لا هنروح عند الحاج حاتم بقى في سوق العبور. ليه بقى؟ هو بقى ايه؟ لان احنا بنروح شاريين كتير بس صح، وبعدين نقعد نتحايل على العيال في البيت يا حبيبي ما بتاكلش اليوستافندي ليه؟ هيبوظ، الموز هيضرب، مش عارف ايه. تفتح درج التلاجه المشهور تلاقي فيه شويه طماطم معطبين، لا حول ولا قوه، هنضطر نرميهم. طب يا جماعه اشتريناهم ليه؟ تستحي طيب. تستحي ان انت تشتري نص كيلو ربع كيلو؟ هروح لفاصل 50 ثانيه وارجع لك يا حاج. تمام يا ريس. حالا احنا يعني كنا بنتكلم مع صديقي متى، هروح بسرعه لدكتور عبد العزيز السيد ثم بسرعه لصديقي حاتم نجيب. احنا كنا رفاقه ايام 30/6، خلي بالك اعزائي يعني. ربنا يخليك دكتور. انا هقول حاجه مهمه جدا، احنا في رمضان بتزيد، رمضان بيحب الفراخ. لا هقول لك، هو لا بيزيد الطلب بنسبه تصل من 20 ل 25%، ولكن الايام دي لن تزيد اكثر من 15%. طب انا بستهلك قد ايه؟ استهلاكي شهريا 180,000 طن. في ظل المشكله الخاصه بالانتاجيه اللي خدت 40% والكلام ده كله، وبرضك المدخلات المواطن لم يستطع ان يعني يفعل كما فعل سابقا، هيجيب فرختين ومش هيقدر طبعا. فانا هيبقى عندي مشكله اساسيه في الكميه المنتجه، الكميه المنتجه انا بنتج تقريبا 60% من اللي انا كنت بنتجه في اول 22، يعني بنتج النهارده تقريبا 850 مليون دجاجه في السنه. طب انا مشكلتي الاساسيه النهارده السعر، انا مش دعوه بالانتاج، انت بتعمل تكلم الانتاج، انا عايز سعر. السعر انا قلت ينضبط بحاله واحده. انا في اول 23 انا استوردت 50,000 طن ورجعت استوردت 100,000 طن وحطيتهم في المنافذ الخاصه بالشركه القابضه للصناعات الغازيه. وانا طلبت بالكلام ده كله، وانا عندي في اللجنه اللي جايه انا هطالب ايضا ان يتم استيراد الكميات دي ووضعها في المجمعات السلكيه عشان تخف الضغط على المحلي، يعمل نقطه توازن، وبناء عليه التكلفه الفعليه، لان احنا عاملين على التكلفه الفعليه من 100 سنه يا اخوانا، اعملوا بورصه حقيقيه. أيوة. عليها ناس فنيين تستطيع ان تقول تكلفه الانتاج ايه وتقول السعر المناسب. ما حدش بيسمع الكلام، وده الخلل اللي احنا بنقول عليه، ان احنا في الغرف التجاريه لنا اراء تهم البلد والدوله وتساعد، لان احنا مفروض احنا كمجتمع مدني. طيب. لنا دور علشان نوصله، علشان الوقت جري وانا عايز اسمع برضه. طيب. نوصله لحضرتك، فاحنا عايزين الكلام ده. دكتور عبد العزيز، دكتور عايز برضه يقصد ان اراء الغرف التجاريه اراء استشاريه، رجاء المسؤولين تاخدها بعين الاعتبار. سريعا هنبشر الناس، الخضار والفاكهه في اسعارها تنخفض. حلو. وبنقول للناس الطماطم فيها انخفاض، والبطاطس الحمد لله فيها استقرار، والبصل انخفض تماما. وبنقول ناس كمان الثوم المصري اللي ربات المزن ياخدوه يخزنوه لعام مقبل. هيبقى الشهر الجاي يبقى احنا ما عندناش ازمه بتاع الخزين يا توم. اي بالظبط كده. ما عندناش ازمه في خضار وفاكهه، بس رجاء ربنا بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. رمضان هو شهر عباده. حلو. ثقافه الترشيد والادخار. انا عندي قله معروض في المنتج، اشتغل على ان انا ارشد من استهلاكي، مش عيب. العيب ان انا مش عيب خالص، مش ازمه واحنا بنعديه. وبعدين لما كل الوطن كده بيقول لك يا عم انت مش عايز ناكل لحمه يعني، مش واخد باله. والدواجن اصلا دي ازمه اسماك. دي مفيش بيت مصري الصبح يقدر يستغنى عنها. والله من غير ازمه متى، وانتوا كلكم عارفين يعني، وانتوا ناس موجوده وبتسافروا وبتروحوا وبتيجوا. هو احنا اغنى من بتوع النرويج؟ الناس بتشتري موزه او اوروبا او كل امريكا والصين واليابان. انت اغنى من المانيا، اسعد شعوب العالم يعني. مش هو احنا خلينا بس نقول للناس نطلع بحاجه يا يوسف، الله يكرمك، للناس عشان خاطر اهم حاجه اهالينا في الاحياء الشعبيه والعشوائيه والقرى والنجوع والمراكز والمحافظات، دول اهالينا لازم يحسوا ان الدوله دلوقتي احنا بنشتغل على منافس ثابته متحركه. رجاء نتواصل الله واليكم. زود بالظبط الاتاحه. رجاء اللي يلاقي حد بيغلف سعر ما ياخدش منه. الخضار والفاكهه هو منتج قابل للتلف، بالله عليكم يا اخواتنا، متوفر جدا على فكره. الناس ما تاخدش من حد طبعاً طبعاً. بيرفع اسعار، الجأ للعروض للسلاسل التجاريه تتوسع. احنا عندنا سلاسل في مدينه نصر، في القاهره، في كل مكان بتشتغل ليل نهار، واحنا اجتماعاتنا بشكل يومي في الغرف، ومعانا ناس محترمه وكل تجار مصر. احنا كلنا للمواطن، ولكن كل هو المستهلك ما بيشتغلش، المستهلك بيشتغل للمنتج. هي شغلانه الشعب ان انا بوزن السعر بالظبط بس في السوق. لازم نفس الوقت الراجل اللي شغال في هذه يعني على حسب تخصصه مصلحته ان هو يبيع، المواطن يشتري، يشتري عشان لسه اديله سعر يتناسب مع امكانياته الشرائيه. ما انا هخسر في المنتج. بعدين يا دكتور عزيز احنا بنقول اهو، بنقول اهو، معلش اخر حاجه، هنبيع كتير باسعار مخفضه، والله التجار هيعرفوا، هنكسب كتير. مش هيبقى في حاجه ناقصه بس بقى نظريه وحش الشاشه في فيلم يا رب ولد. يا رب ولد، يا رب ولد. ابيع كتير، سعره قليل اكسب اكتر. استاذ يوسف، احنا برضو كمستوردين عشان برضو نفهم الاستاذه المستوردين ان احنا املنا كبير في الحوار الوطني،
ان احنا الحكومه تسمع لنا المشاكلنا المناقشات الاقتصاديه يا ريت يا ريت يبقى في مناقشاتنا احنا عايزين عمله معاك عشان تحس بهدوء اسعار في المنتجات المستورده. محدش بيبعت للجهات المتخصصه يعني مثلا اهل مكه ادرى بشعبها فمن المفترض اصلا لما كنت راجل بتاع اقتصاد طب تعالى يا استاذ لما كنت راجل بتاع خضار اجيب بتاع خضار لما كنت بتاع فراخ ده اللي احنا بنتكلم ما زال لا يوجد في الحوار وقت في الدوره اللي فاتت دي حد بيتكلم عن صناعه الدواجن المره دي عندك 70% 80% اقتصاد لا 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 ده المره دي لازم واحنا على ترابيزه الاتفاق نتفق اعتقد تكون قرارات قطعيه يا دكتور يا استاذ يوسف قرارات تتاخد على ترابيزه ان شاء الله في هذا البرنامج أيوة. على لسانك يا سياده النائب أيوة. ان لابد ان نكون احنا موجودين في النقاش الاقتصادي يا ريتني عضو في مجلس الامناء بس الامانه والوعد يقتدوا بمنتهى الامانه ان انا هقول اصدقائي زملائي الأجلاء وأساتذتي الأعزاء اللي موجودين في مجلس الأمناء يا جماعة لازم تقدموا دعوات وبقول على الهواء اهو لازم تقدموا دعوات لكل الشعب اللي موجودة في مصر لازم تسمعوا منهم فرصتنا في الحوار الوطني إن كل مخرجاته بتطلع مباشرة لفخامة الرئيس يا أستاذ يوسف أقول لك على حاجة إحنا كتجار ومستوردين يا حاج حاتم إحنا بنتاجر وبنستورد بإيه؟ بقانون الدولة حط قانون نتفق عليه واحنا هنقول لك امين واحنا هنخش مصادمات ليه في النقاش انا عايز الاول اشكركم جدا على انكم نورتوني النهارده اولا ده بجد امانه شديده وشكرا جدا انكم اديتولي الفرصه دي ان احنا نقعد احنا مع بعض لانه اعتقد ان انا اكتسبت يعني كده كده انا وحتى اصحاب من زمان ما اتقابلناش حبه بقالنا فتره لكن انا اكتسبت كمان اتنين اصدقاء اعزاء على قلبي يا بختي واعتقد ان احنا ان شاء الله هنبقى مقبلين على رمضان طب اقول لك حاجه وهيبقى في دولار في البنوك يا رب يعني سهل يا سلام الناس بتطلع تتريق عليا متى بس انا بقول لك هو هيبقى فيه نتمنى بص يا سلام يا ريت هو هيبقى فيه فده نمره واحد نمره اتنين انا واثق في انكم عايزين مصلحه المواطن مليون في الميه والبلد ان شاء الله ما مالناش غير البلد هو المواد هي ما هي احنا مش مستهلكين احنا قاعدين في البلد دي وما سبناهاش وخرجنا فاحنا هنخرج بس من الاستوديو اشكركم جدا 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 سادتي الكرام لازم حالا نطلع لانه كريم دلوقتي يعني هيبقى مستنيني وجايب ناس بره الاستوديو مستنيني مما لا يا كريم ما تملكش دعوه كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم 10 تفائلوا بالخير رمضان هيجي في منتهى الكرم من بشر الناس في انخفاض في الاسعار الخضار والفاكهه الله اكبر خلصت الحلقه ولو كان لنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات